عرض عسكري هو الأضخم للجيش الوطني الليبي منذ سنوات. جرى العرض في قاعدة بنينة الجوية في ضواحي مدينة بنغازي. مناسبة الاستعراض مرور 7 سنوات على انطلاق عملية الكرامة للقضاء على الميليشيات والجماعات الإرهابية التي كانت تسيطر على مناطق واسعة من شرق ليبيا. شاركت في العرض كتائب وألوية من جميع الأسلحة بما فيها المدفعية والدبابات والمدرعات والقوات الجوية والمظلات وقوات الدفاع الجوي وغيرها من أفرع الجيش الليبي. وأكد القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر استمرار الجيش في التصدي للإرهاب ودعم الحل السلمي. لنعطي براحاً واسعاً للحل السلمي العادل الذي يشترط خروج القوات الأجنبية الغازية والمرتزقة المأجورين وحل الجماعات المسلحة المنتشرة في العاصمة ونزع سلاحها. المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أكد في وقت سابق أن الاستعراض ليس موجهاً ضد أي طرف. نحن لا نهدد أحد ولا نخوف أحد ولا نرسل رسائل سلبية لأحد. تأكيدات المسماري لم تمنع الجدل حول الاستعراض وتوقيته. المجلس الرئاسي أصدر بياناً يدعو إلى تجنب ما وصفه بأي تصرفات أحادية ذات طابع عسكري من أي طرف، بما في ذلك إجراء المناورات والتحركات الميدانية والاستعراضات العسكرية. بيان المجلس حذر من تسبب تصرفات كهذه في نشوء أسباب جديدة للصراع. ونجح الجيش الوطني الليبي منذ إطلاقه عملية الكرامة في إعادة هيكلة صفوفه وبناء قوات نجحت في دحر الجماعات والميليشيات الإرهابية في مدن درنا والسرت وضواحي بنغازي. وأسهمت عمليات الجيش الوطني الليبي بما فرضته من تغيير على الأرض والحد من وجود الميليشيات في التمهيد لحل سياسي عبر ملتقى الحوار برعاية الأمم المتحدة. ووضع الملتقى خريطة طريق لإدارة المرحلة الانتقالية وصولاً إلى إجراء انتخابات عامة في 24 من ديسمبر المقبل. ورغم ما يواجه تطبيق خارطة الطريق من عقبات، فهناك إصرار ليبي وإقليمي ودولي على تجاوز هذه المرحلة وصولاً لإنهاء الفوضى وتحقيق الاستقرار في ليبيا.